بعميد 29 اسال كلود 126 توم بستون 14 في ليجندري مرحبا جميعا، معكم بلال من قناة كلاسيو. واليوم موضوعنا عن حرب الكلانات. بس قبل ما نبلش مقطع لازم تنزل لتحت تحط لايك وتشترك بالقناة ونبلش مع المقطع. شوف اليوم شو طلعي الإكتروز رح نحقي معكم، ما كنت تدري طلعي بصندوق صندوق التاج. رح نحقي يا رب اول بطاقة تصير لغة 2. رح نبعد تحدي بس صوبين عدد هذا رح هذا اللي لنا معه السلام والتيارات معه استنى لا يربح نشوف مين رح يفتح. احنا وصلنا للسبع، خلينا نبلش بالكروزر زاد. يلا بس يضرب ضرب حتى يصلنا. شاهد قدر اعطوني رايكم بالخلفية اللي وراي ده حسب عندي مقدمية عليه بس راح يصير. الحلو بهذا التحدي انه فينا اربع نحكي مع بعض. طفى ليك روز النار كنا لعبنا كله غلط النار جود جيم خلص سلم من النار في عنا صندوق سوبر ماجيكال اليوم رح نفتحه سوا هو بقرية ثانية هاي الاستراتيجية يعني هاي خطط الطعام في هاي الاستراتيجية رح يعني فيها تري مسكتين بالقناة نجهز هذا الباتل راوند وصار يقول لا تلاقي ماسك كده خليه مفاجأة لعيبة من اثنين خلنا درج منيح الدرج رح نحط ثلاثة مسكتين هنا كانت الفاير بول مكان حلو نجمع اكسير هاي كفو حط الفاير بول لا ايه احط ثلاثة مسكتير ورا الجولة ماني خبر انه معه جولة ما يعرفنا من الجولة
بالنصر ويروح هلا ما عنده أي أمل. غلط خالص هبه. هذا مسحنا مسحنا بودي. كانت ثاني مباراة حلوة وانسى هنا كانت نص بودي. نروح لثالث مباراة. خليه يبلش بالكورة. أحط ثلاثة نص كثير وراهم بس ما يكون معه فاير بول. والله إذا معه فاير بول خلص. حط غضب ها. حطينا غضب. لا لا قم بلي لا تفصل. أخذنا دم منيح من الرش. حط سبب ولا فهم ما هو بدور. حط هون عصابة الغول. هون خليه بالدار. رح نسحب هذول هون. اللي بيحب يلعبوا صديقه خليه يستخدم هذول الاستراتيجيه. هلا بشرح لهم. ولازم الغدر الماسك كثير لما يروح اول مره. هلا اذا صديقه ما اخذ برش باخذ برش الثاني. ما راح احط في الوسط نحن رايحين على المسرح. قم بالنوم تجري تعال شوي. هلا في اثنين ماسكتير من ثلاث ماسكتير. غلط ما عنده اي امل. والله دافع. رح اخذه من اثنين ماسكتير. هلا انا رح استنى رح اخذ الاثنين ماسكتير من هون بس ليروح على دور. ما محسن هذا رح ندافع. والله هجوم حلو ورائع. هن عم يدافعوا بشكل منيح ونحن عم نهجم بشكل منيح. راح جهز لك ثلاثة نص كثير من هون. نقله قدام. ولا؟ لا لا. في بالنا بس احنا. كنا راح ننسى. لازم نركز على اللعب.
هلا انا ما عندي وقت لاقول لك. هلا هون بنقدر انا ويكون خصمي معه الزر. مسحني. كانت مباراة حلوة. اللي بدي اياه ماني. وهيك تكون تعلمنا الحساب الثاني. ان شاء الله يطلعنا صورة يسجلوا ان شاء الله. 3829 دولار حلو. 53 تسجيل. 2 دولار. 50 حراس. 429 حساب جوز. 126 طن ستون. 14 في ليجندري. ليجندري يا رب فتحنا اللافا هون. بدأت الشاشة. فتحنا اللافا هون. وهيك هون وصلنا معكم لنهاية حلقتنا اليوم. لا تنسى اللايك والاشتراك. كان معكم بلال. Then I'm the match like Randy. It never go out to the granny. You nigga pull up your panic.